نتواصل معكم مشاهدينا، ويصادف طبعا 15 من هذا الشهر الاحتفال باليوم العالمي لسرطانات الأطفال. ماذا يعني الاحتفال بهذا اليوم، واقع هذا المرض بالنسبة عنا للأطفال، بالنسبة للدول المجاورة ودول العالم؟ ماذا تقول وواقع الوقاية والتوعية والعلاج لهذا المرض في الأردن، إمكانيات مركز الحسين للسرطان بالتحديد، والحديث حول الاحتفال بهذا اليوم مع ضيفي الكريم الدكتور إياد سلطان، وهو رئيس لقسم الأطفال من مركز الحسين للسرطان. أهلا وسهلا دكتور. أهلا. صباح الخير. صباح النور. إحنا لما نحكي، أنا بخاف كلمة احتفال لأنه بكون معناته في شيء لازم نذكر الناس فيه، فأهمية أنه يكون في تحديد ليوم للاحتفال بسرطانات الأطفال واللي رح يصادف 15 الشهر هذا. هو شيء عالمي، احتفال لمجموعة منظمات عالمية تابع للاحتفال باليوم السرطان اللي كان ب 4/2. حقيقة 280 منظمة عالمية بدعموا هذا اليوم، بنتذكر، مو كلمة احتفال مش مناسبة، بس بنتذكر في هذا المعاناة والألم والأمل والفرصة بالشفاء والدعم اللي بيلزم السرطان، مش بس الدعم المادي، كمان الدعم المعنوي المقدم من الطبيب، من الأهل، من المجتمع، من المدرسة، حتى يعود الطفل قادر على العمل ويعود لحياته الطبيعية. بنتذكر على مستوى العالم سرطان الأطفال، يعني السرطان مش مرض نادر، يمكن بالأطفال أقل، لكن موجود في 100,000 حالة بالعالم، 150,000 طفل تحت 15 سنة، إذا ضمينا لهم اللي شوي أكبر كمان عدد بيزيد. مفروض 70-80% منهم ينشفوا، لكن معظم الأطفال المصابين بالسرطان بيعيشوا بالدول النامية أو ذات الدخل المحدود، فبالتالي للأسف كثير منهم ما بيتلقوا العلاج المناسب. طب دكتور، يعني هل هنالك ارتباط بين نسبة الإصابة بهذا المرض وبين انه الدول متقدمة؟ يعني احنا بنحكي دول نامية، يعني احكي مرات العناية الصحية، طبيعة الغذاء، الوضع الاقتصادي، الوضع الرفاهية الاجتماعية، في ارتباط بانه الدول النامية هي اللي ينصاب فيها عدد اكبر؟ لا، هو طبيعة الدول النامية فيها اطفال اكثر وفيها سكان اكثر، بس احنا نطلع على نسبة السرطان بشكل عام بالكبار مثلا، يعني نسبة خاصة بالأردن اقل كثير من الدول المتقدمة، يعني نسبة اقل من حوالي نصف تلك التي مثلا في الولايات المتحدة الامريكية. العدد في ازدياد بسببين، اولا انه تسجيل السرطان في سجلات السرطان الدوليه او المحل، يعني الدول عم تتقدم وهذا الشيء كمان بيصير، فبتزيد عدد الحالات التي تسجل، وفي تغير في نمط المعيشه، طريقه الغذاء، طريقه الحياه، ففي زياده سنويه بعدد في الدول الناميه ومن ضمنها الاردن، لكن لا تزال اقل بكثير من الدول المتقدمه. بالنسبه لسرطان الاطفال العدد مشابه حقيقه للدول، يعني الولايات المتحده وبقيه الدول، ما في اشياء بسيطه بنعرفها وندركها، بس ما في شيء مميز بالنسبه لسرطان. متشابهه من اي ناحيه؟ يعني النوعيه والعدد، يعني لما ناخذ نسبه لل، احنا اللي بنخاف منه دكتور، ويعني يقال في الشارع الاردني، احنا الناس بتحكي على فكره حسب ما بتشعر وبتسمع، مش حقيقي انه عم بيزداد مرض السرطان عند الاطفال، مظبوط ولا هاي النسبه مثلا مطمئنه بالنسبه للدول المجاوره لنا؟ لا، هو ما في اي تغير حقيقه عبر السنين الطويله، يعني اللي اشتغلنا فيها واللي معروف فيها، والسجل الوطني موجود، ما في حقيقه في زياده في عدد المرضى اللي بيجوا للاردن. الاردن محطه سياحيه للطب، السياحه الطبيه، في عدد ملحوظ، في طبعا تجمع للمرضى في مركز الحسين للسرطان، فاذا جيت شفت الاطفال في المركز بتحكي كل الاطفال مصابين، كل الدنيا هون، بس هو يعني 80% من الاطفال اللي بتشخص بتعالجوا بالاردن، بتعالجوا بالمركز، فبالتالي في تجمع الأطفال، بس حقيقة على مستوى البلد ما في شيء يعني مميز. طيب دكتور، يعني السؤال كمان اللي بيطرح نفسه، إنه هدول الأطفال اللي بتعرضوا لشتى السرطانات، ويمكن اللوكيميا أكثر نوع، مظبوط؟ أكيد. هل الطفل فعلا يعني نسبة الشفاء من هذا المرض وإنه ينفد منه نسبة عالية؟ طبعا. ليه؟ طبعا أكيد. طبيا إحنا كيف بنفسرها؟ طبيا أول شيء نوعية السرطانات بتصير حساسة للعلاج الكيماوي، جسم الطفل
قوي، مع انه احنا نتخيل الطفل ضعيف بس هو الطفل حقيقه جسمه قوي. ما انا هذا اللي بسالك اياه برا الهواء، بحكي لك دكتور اياد، يعني انه هل الطفل بتحمل هالكيماوي اللي هو متعب والسايد افكتس له كثير كبيره ومتعبه؟ وبيهمنا كثير اللونج تيرم سايد افكتس بعيدة المدى، مش اني نعالج الطفل الان ويكون اثار معقوله وبعدين بعد سنتين ثلاثه يكون في مشاكل على قلبه وعلى جسمه وعلى حياته. بتحمل الطفل جسمه، طبعا لازم يعطى الجرعات الصحيحه بالطريقه الصحيحه وهذا شيء مهم جدا يعني. نعم. لكن جسم الطفل عاده بيتحمل، واحنا ما بنعطي شيء يعني، كلها دراسات وبجوز مميز طب سرطان الاطفال في العالم كله انه دراسات، لانه الاعداد قليله فكان في صحيح تجمع للحالات، تجمع للعقول اللي اشتغلت، فبالتالي انعمل دراسات عالميه في كل خطوه تقدم فيها سرطان الاطفال كانت دراسات عالميه، مجموعة دول شاركت فيها حتى نجمع الأعداد الكافية من المرضى. فبالتالي كعلم علم سرطان الأطفال متقدم نوعا ما بجوز على سرطان الكبار، والطرق المتبعة فيه، مع أنه إحنا نستعمل عادة العلاج الكيماوي التقليدي يعني قليل إدخال علاج جديد للأطفال كثير من إدخال للكبار بسبب أعداد المرضى وطبيعة إجراء البحوث في هالعمر، لكن الابحاث هي ادت حقيقه الى تحسن كبير جدا في علاج السرطان، لحد ما يعني في عندنا انواع من السرطان نسبه الشفاء فيها 90 ل 95% في الاطفال. نعم. كمان انا حابه اتطرق لموضوع انه هل ممكن في تخوف، لانه شويه انه هل ممكن هذا الطفل اللي انصاب في سن صغير ومر في مرحله الشفاء وشفي وصار مثلا خلينا نحكي خلص مرحله المدرسه ودخل الجامعه، في امكانيه انه يرجع المرض مره ثانيه له؟ يعني هذه إمكانية موجودة عند أي مريض سرطان. نعم. عادة سرطان الأطفال إذا بدها ترجع بترجع أول سنة أو سنتين، وبنكون إحنا بمتابعة يعني دقيقة طبعا جدا، لسه كل ما مر مرحلة الشفاء الكاملة. كل شهر بنشوفه بالعيادة، كل ثلاثة أشهر نعمل صور نتأكد إنه ما في عودة للمرض، بعد سنتين أو ثلاث سنين بتخف النسبة كثير، لكن ما زال معرض وما زال معرض للإصابة بأمراض أخرى وبسرطانات أخرى. يعني هذه أشياء لا يمكن حقيقة نحكي للمريض 100% مش راح يرجع المرض، لكن كل ما يعدي الوقت الصحيح نسبة أقل، ونحكي للمرضى ما في داعي نضل عايشين في الخوف، لأن الخوف ممكن يقتل الإنسان. طبعا ظل الأهل خايفين وعايشين في الرعب بجوز يعني إن شاء الله ما بصير شيء للطفل وبنكون انشفى، لكن الخوف بيأثر عليهم، بيأثر على الطفل أكثر كثير من الواقع. إحنا راح نحكي عن المتابعة والفحوصات اللي لازم الطفل بعد يعني ما يتلقى العلاج ويخلص كيف يتابع، بس أنا حابة كمان هيك مؤشرات للأهل دكتور، لأنه إحنا في ناس عندهم فوبيا من هذا المرض. مزبوط. إنه إذا سخن الولد معناته إذا نزل دمه شوية إذا صار وجهه أصفر. خلينا نحكي هل هنالك بعض من العلامات اللي ممكن نوصلها للأهل إنه انتبهوا احتمال يكون في شيء خطأ، ولا إنه هاي متشابهة مع أمراض تانية؟ هي متشابهة مع أمراض تانية والأطفال متداخلة حتى، يعني لدرجة إنه مرات مش ممكن تفصلها. كثير أطفال بيمرضوا وكثير بصير عندهم سخونة ورشح وتعب يعني وبيغيبوا عن المدرسة، هاي أشياء بتحصل. أنا الأهل ما لازم يفكروا بس ابدا يعني لكن لازم تكون في علاقه جيده مع طبيب الاطفال. طيب. طبيب الاطفال هو القادر على تشخيص المرض. فاذا الطفل تعب او مرض لازم نقترح على طبيب الاطفال وما نتوقع انه عنده سرطان. وانا يعني اخر احتمال نحطه اخر احتمال نحطه ما يصير في فوبيا، خصوصا لما نحكي بالتلفزيون الناس على طول بصير خوف انه هل الطفل حيصيب. من خبرتنا في التعامل مع المرضى قليل جدا ما شفنا اهل يتوقعوا انه الطفل عنده سرطان، وكثير مرضى تشخصوا بالوقت المناسب وتعالج ومن غير ما يكون اهلهم عندهم المعلومات. بشكل عام احنا الاشياء اللي بنحكي عنها شحوب طبع في الجسم اللي هي نقص الصفائح، التهابات تدل على نقص كرات الدم البيضاء، هبوط الوزن، ضعف الشهيه، سخونه اكثر من اسبوعين، يعني لانه في مليون سبب ليش الطفل يكون عنده سخونه اقل من اسبوعين، اكثر من اسبوعين، هاي بتتطلب انه الطبيب يفحصه. وجود كتله سواء في البطن او بالرقبه العقد الليمفاويه او انتفاخ بالعظم، هاي كلياتها قد مثلا تشير الى وجود سرطان بالعظم. في اهتمام بسرطان العيون لانه يتشخص شويه مبكر بضاد
في بؤبؤ العين وبيشوفوها عادة الأهل في الصور الفوتوغرافية، ولو أنه في معظم الصور اللي بنشوفها بيكون يعني بس نقط بيضاء بتكون في بؤبؤ العين. عادة بالريد آي معروفة، لما تاخذ صورة بفلاش بيبين العيون حمراء البؤبؤ. إذا كان في واحدة بيضة بيدل على إنه في مشكلة بالعين، منها تكون سرطان شبكية العين. ما في داعي للخوف يعني، بدنا إذا في إشي زي هيك برضه إحنا باب المركز مفتوح، وخاصة قسم الأطفال يعني إحنا إذا كان في اشتباه بالسرطان سواء الأهل أو الطبيب الباب مفتوح، الطابق الأول في مركز حسين السرطان أهلا وسهلا، وإحنا بنطمن الأهل صحيح. وحسب الحاجة بنجري الفحوصات، في عادة بيكون الموضوع تصحيح إن شاء الله. يمكن من فترة، خلينا نحكي تقريبا من شهر، كان في استضافة لطبعا عطوفة مدير عام مركز الحسين للسرطان دكتور عاصم، وحملنا الكاميرا وصورنا احنا في المركز. حقيقة دخلنا لقسم الأطفال ولمنطقة الألعاب اللي بيلعبوا فيها الأطفال وشاهدنا كيف بيعيشوا الجو العام. كان القسم رائع جدا، كانت الإمكانيات حتى بتشعر انه مش داخل انت لمستشفى يعني، هاي منطقة ألعاب للأطفال، القسم كتير حلو، الرسومات اللي كانت موجودة، الجو النفسي كتير مهيأ. لكن أنا بدي أدخل على موضوع الإمكانيات الطبية أيضا في مركز الحسين للسرطان، من كادر طبي، من تقنيات، أجهزة، علاج بالنسبة لسرطانات الأطفال. الإمكانيات الحمد لله موجودة، ويمكن أشياء بسيطة بتعمل فرق كبير يعني. الصور المغناطيسية والطبقية والتصوير بأنواعه والعلاج بأنواعه موجود في كل مكان يمكن، لكن طريقة استعماله الطريقة الصحيحة. أنا بعتقد مركز حسين يعني من أهم الأشياء اللي دخلها مفهوم العلاج التكاملي واللي هو المالتي ديسيبلينري، إنه إحنا لا نؤمن إنه في طبيب قادر على علاج السرطان، إنما هو فريق. لذلك إحنا عندنا اجتماعات دورية في مختلف أقسام المركز، المرضى أحيانا ما بيحسوا فيها ولا موجودة، ولا بيعرفوا ان احنا ممكن نقضي ساعة او ساعتين نحكي عن مريض بدون وجوده. ومش طبيب واحد، مش اخصائي الاورام، اخصائي الاشعة، اخصائي الاشعة العلاجية، اخصائي الانسجة، جراح، كلنا بنجتمع ونحكي عن مريض بمريض. ما بنكتفي بتبادل الملفات الطبية والتقارير، انما لازم نحكي عن المريض ونشوف بعض ونناقش حالته ونحكي عنه. فهذا من أهم الأشياء الصحيح الموجودة إن شاء الله. إذن إحنا الاحتفال رح يكون إن شاء الله في هذا اليوم ب 14 الشهر. مركز الحسين شو رح تعملوا في 15 الشهر؟ نعم، إحنا حيكون في نشاط اجتماعي للأهل، في حيكون حفلة المرضى، فيها عرض مسرحي، فيها أشياء رسوم على الوجه، توزيع هدايا، يعني حيكون في فرحة إن شاء الله، خاصة المرضى اللي حاليا متواجدين ومقيمين في المركز. يعني في حوالي 150 طفل إن شاء الله يعني حتكون موجود هلا 150 طفل. نعم الحين إن شاء الله يوم السبت حيكون. الله يشافيهم إن شاء الله. وفي كمان يوم علمي، حنجيب أطباء الأطفال من مختلف القطاعات في الأردن إن شاء الله، يعني طبيب الأطفال هو الخط الأول في الدفاع حقيقة عن السرطان. أمنياتنا للجميع إن شاء الله بالشفاء، الله يشافيهم ويخفف آلامهم. تحياتنا لحضرتك الدكتور إياد سلطان، وحضرتك رئيس لقسم الأطفال من مركز الحسين للسرطان، لدائما هذا المركز إحنا بنعتز بإمكانياته وتقدمه والطب. بكل الشكر إليك. شكرا لك. أهلا وسهلا.